يا خالد انه اضاعه الاهداف هي مشكله، ولكن انا دايما بنظر للجانب الايجابي في هذا الامر. ان انا بروح للجون كم مره، انا بروح للجون، يعني انا رحت تحديدا، خلينا نتكلم عن المباراه السابقه، انا رحت للجون خمس ست، يعني خلينا اتكلم يعني تحديدا خمس مرات مثلا غير الجونين اللي انا جبتهم. طبعا هو يعني بدون فلسفه حتى في الكلام، المباراه صعوبتها في استسهالها يا كابتن اسلام. يعني فكره مش صعوبتها بقى في سهولتها، لا هي مش سهله، هي فكرة استسهال الماتش. نعم، استسهال الماتش لما بتحس انك قادر في كل الاوقات انك توصل، هي دي الفكرة، انك حاسس بالقدرة على الوصول. فضيعت كورة فلا هتيجي المرة الجاية، هتيجي المرة الجاية. هي فكرة هتيجي المرة الجاية ديت هي المشكلة. المفروض في بعض الناس بتلوم علينا لما تقول لك انتوا الكورة او كانوا قاد رياضيين ما لعبتوش كورة، فتقولوا لابد انك تسجل من نص فرصة. ده مصطلح غلط، لا ده مصطلح حقيقي، ده مصطلح مش لازم تلعب كرة عشان انك تقول انك لازم تسجل من نص فرصة. لازم لما يكون في اي ماتش سهل او صعب انك تخلص وظيفة المهاجم الحقيقي، واللي بيفرق المهاجمين وسعره وقوة المهاجم في معدل استغلاله للفرص اللي بتتاح ليه. وبالتالي انك شيء ايجابي جدا انك توصل، ده شغل المدير الفني انه يوصل اللعيبة. مفيش مدير فني تقريبا على مستوى الدوري او على مستوى افريقيا بيقدر يوصل لعيبته بره وجوه زي ما كولر بيقدر يوصل لعيبه النادي الاهلي للمرمى، باستثناء طبعا سان داونز بيوصل برده كتير، لان سان داونز بقاله فتره هو شغال على الجزئيه على اللعب دي بطريقه معينه، وعلى فكره ولما لقي ان هي برده ما بتجيبش معاه نتيجه بدا ياخد خبره، بيلعب باثنين راس حرب. يعني بعدين يبقى خلينا نتكلم في المباراه بكره. بالظبط، عشان كده انت مطالب انك تعدي او تعالج الاخطاء دي. أيوه. تعالج اهدار الفرص ده. هو كولر في المؤتمر الصحفي قال ان مفيش وقت كفايه، لانك 48 ساعه كانوا استشفى، النهارده انت بتتكلم في خطه المباراه اللي هتلعب فيها مع اللعيبه، مش هتتكلم معاهم غير مجرد كلام، انما كتنفيذ تكتيكي مش هتقدر تعمل ده. فوزي برضو اهم نقاط القوه والضعف لفريق نادي